اللحظات بقى الرائعه اللي بعد كده انه في ناس طبعا فوجئت يعني بتواجدها بشكل ما على المسرح، يعني دي كانت حاجه تخض جدا، لانه اوكي انت حضرتك طلعتي ومنحتي مشيتي في مراسم الحفل اللي هو كان الحقيقه منظم جدا، احب اشهد بده يعني بصرف النظر عن انك اختي ولا مش اختي، الحاجه الصح يتقال عليها صح والغلط يتقال عليها غلط، الحفل كان منظم بشكل راقي جدا. حسيت انا في لحظه انه الحركه اللي بتحصل على المسرح زي الكوريوجراف اللي بيتحط لعمل استعراضي، يعني انه الناس بتتحرك بتوقيتها مظبوط، رؤساء المعاهد او يعني عمداء المعاهد بيتحركوا بشكل متقن جدا، في تعاون واحساس عام شامل الناس كلها ان احنا هنا بنعمل حاجه جميله بتسعدنا قد ما هتسعد صاحب الدكتوراه اللي هتمنح ليه يعني. وبعدين عملتي عامله جامده. انت قلتي الكلمه بتاعتك وبعدين تقدم ابن اختها وتسلم الشهاده، لحد دلوقتي احنا كجمهور يعني سلامه في خير وخير في سلامه، مش حاسين بحاجه غريبه يعني. وبعدين رحتي قايله ما معناه كلمه السيده شاديه. اللحظه دي ظهر صوت شاديه بتكلم مصر في جمل بسيطه ومقتضبه جدا، والحاله اللي حصلت في القاعه حاله اذبهلال. اولا الناس كلها تحولت الى ودان، يعني الكراسي عليها ودان 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 قاعده، كنا عايزين يسمعوا صوتها اللي وحشهم جدا والتهدج اللي فيه، وهي بتقول لمصر كلمه وبتشكر مصر. اللحظه دي انت بقى اولا عملتوا التسجيل ده ازاي واحساسك انت كان ايه؟ هقول لحضرتك دلوقتي احنا طلبنا انها تيجي. طبعا هي في مناقشات ومداولات وحاجات وكده، وبعدين هي طلبت يعني قالت معلش مش عايزه حد يشوفني، مش عايزه. فطبعا احنا بنحترم جدا جدا رايها، برضو مداولات ونقاشات وبتاع، طب ارجوكي قولي لنا كلمه. ففين وفين لما رديت وقالت لنا الكلمة دي لينا إحنا فقط. أيها السادة، مع كلمة الفنانة شادية التي اختصتنا بها في هذه المناسبة. يا حبيبتي يا مصر، بلدي الغالية اللي منحتني الدكتوراه الفخرية، شرف كبير ليا. ربنا يحميك يا مصر وينصرك يا مصر وتحيا مصر. لما قالت الكلمة دي، دلوقتي احنا بنعمل بروفات. فقبليها بيوم احنا بنعمل بروفات، احنا قاعدين طول اليوم من الساعة 7 الصبح ل 12 بالليل في المسرح بنعمل بروفات. في المراسم والدخول واللي هينزل والشاشات والحاجات دي كلها. فكل مرة تشوفي كمية الناس اللي بتشتغل على المسرح، وكمية الناس اللي قاعدة تحت، وكمية الناس اللي بتوضب إضاءة، وكمية الناس اللي بتعمل صوت ومش عارفة إيه. أول ما تتكلم واحنا بنعمل بروف المسرح كله بيسكت. لحد ما تخلص الكلمه بعدين ابتدي تاني. عارفه زي ما يكون واحد بيكتب بيكتب وبعدين ستوب لحد نفسه يمسك لحد ما تخلص كلمه وبعدين نكمل تاني. فهي اوريدي مقصره تاثير فظيع يعني.